كثير كويس استفسارات عن السابق، عن المواضيع السابقة. طيب الآن هاي سولفتنا اليوم مع الانفرس اوف ذا بلوك. اليوم ان شاء الله ربنا عز وجل يقدرنا نخلص الشابتر 2 مشان نبدا في الشابتر 3. البلوك الانفرس اوف بلوك ماتريسز، لو كانت هاي عند الماتريكس هاي يا شباب، هاي اللي هي مثلا اي ان باي ان، هاي الاي اللي هي عبارة عن اي في 0 في سي في اي، ترى كليات الان باي ان ماتريكس، يعني تطلع الاي عبارة عن 2 ان باي 2 ان ماتريكس، الاي 2 ان باي 2 ان ماتريكس. فبقول فايند الاي انفرس، فايند الاي انفرس. فالاي انفرس يعني الاي، الاي انفرس شو راح يكون يساوي؟ هاي بلوك ماتريسز اي 0 0 اي، هيك هاي الاي تبعتها راح تكون، لانه هاي ان باي ان مشان تطلع كليات 2 ان باي 2 ان ماتريكس. اوكي كبلوك ماتريكس. سبوز هاي ترت الشيء التالي، سبوز انه الاي انفرس يساوي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 ماشي، فلذلك راح يكون عندي الاي هاي الاي ماتريكس ملتبلايد باي الانفرس تبعها يساوي ايش؟ يساوي اي 0 0 اي. فالان اضرب اي في بي 1 فاي بي 1 يساوي اي، فالبي 1 must equal to اي. اوكي فالبي 1 must equal to اي، هاي عرفت اول شيء، عرفت البي 1، البي 1 لازم تكون تساوي اي. الان نفس الشيء اي بي 2 0 يساوي 0، لذلك البي 2 لازم تكون تساوي 0. الان سي بي 3 زائد اي بي سي بي 1 زائد اي بي 3 ايكوال تو 0. اوكي بي 1 ايكوال وات؟ هاي البي 1 ايكوال تو اي، فلذلك السي البي 3 صار تساوي ماينس سي، البي 3 ايكوال تو ماينس سي. واخر شيء سي بي 2 زائد اي بي 4 ايكوال تو اي، البي 2 اوجدناها من هون 0 فبتطلع البي اي البي 4 ايكوال تو اي. فلذلك شو صارت السي؟ الاي انفرس، الاي انفرس صارت تساوي اي 0 ماينس سي في اي. هاي بس مشان اعلمكم الطريقه اللي من خلالها شباب نجد مين؟ نجد اذا اعطاكم على شكل بلوك ماتريسيز، اذا اعطاكم اياها على شكل بلوك ماتريسيز. نعم اللي بده يسال يسال. ممكن تعيد دكتور بس لانه ما فهمتش كويس مين اذا سمحت. طيب يا شباب الان اذا كان عندي بلوك ماتريكس هاي، برجع لها من البدايه يابا. اذا كان عندي بلوك ماتريكس هاي يعني معطيك اياها على شكل مثلا اي 0 سي اي لور تريانجلر ماتريكس، بقول لك اوجد الانفرس تبع هاي الماتريكس. الاي عباره عن ان باي ان ماتريكس، والزيرو عباره عن ان باي ان ماتريكس، الزيرو هاي مقصود فيها يعني هاي زيرو ماتريكس، والسي عباره عن ان باي ان، والاي عباره عن ان باي ان ماتريكس. فايند ذن والاي راح تكون عباره عن 2 ان باي 2 ان ماتريكس دبل. فبده الاي انفرس، شو الاي انفرس بحقيقه شباب؟ فايند الاي انفرس، بنعرف ان الاي الاي انفرس يساوي هاي ترى راح يكون من زمان كنت احط 1 0 0 1 مثلا ايدنتيتي ماتريكس تكون كبلوك ماتريسيز هاي اي 0 0 اي. اوكي وبفترض هاي حطيت افترضت الفرضيه التاليه انه هل الاي انفرس يساوي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 برضه بلوك ماتريسيز، شايفين؟ فبطبق حتى تكون حتى تكون انفرس لهالماتريكس هاي لازم تكون تحقق الماتريكس في الانفرس تبعها يساوي الايدنتيتي اي 0 0 اي. اوكي فالان هاي طبقناها، اضرب الصف الاول في العمود الاول اي بي 1 زائد 0 بي 3 يساوي اي، اذا بي 1 تساوي اي. الان اي بي 2 زائد 0 بي 4 يساوي 0، اذا بي 2 ايكوال تو 0. اوكي الان سي هاي سي سي بي 1 زائد اي بي 3 يساوي 0، البي 1 شو طلعت عندي اي. اوكي فلذلك البي 3 شو راح تكون هاي ايكوال تو ماينس سي. الان اخر شيء سي بي 2 زائد اي بي 4 ايكوال تو اي، البي 2 0 البي 4 ايكوال وات؟ ايكوال تو اي. فلذلك شو صارت الماتريكس الانفرس تبعها يوتا. اضربوهم تاكدوا من فوق، اضرب اي في اي انفرس لازم تطلع ايش الايدنتيتي ماتريكس، فصارت الاي انفرس يساوي اي 0 ماينس سي في ملتبلايد باي ملتبلايد باي اي. If the block matrices is not upper or lower triangular, we want to convert it to upper or lower triangular matrices. هاي يعني إذا كانت not upper or lower triangular matrices نحولها to upper or lower triangular matrices. أوكي؟ الآن هاي الماتريكس خلنا ماتريكس أصعب من اللي فوق. لو كانت هاي الماتريكس A B 0 D كل واحدة هاي إن باي إن ماتريكس يا شباب، كل واحدة منهن حتى الزيرو هاي إن باي إن ماتريكس،
بقول find the F inverse. فال F is upper triangular matrix. هاي ال F اللي هي عبارة عن upper triangular matrix. أوكي؟ فال inverse هاي بفترض ال inverse تبعها F1, F2, F3, F4. يعني برضو عبارة عن block matrices. F1 كل واحد منها هاي عبارة يعني هاي F1 block matrix وهاي matrix وهاي matrix وهاي matrix. فال F في F inverse يساوي I. فهاي ال I اللي هو I 0 0 I. أوكي؟ أيوه. نضربهم الآن. نضربهم مع بعض. شو بدي يطلع عندي أول شيء يا شباب؟ A F1 زائد B F3 يساوي I. هاي أول واحدة، أول معادلة. المعادلة الثانية A F2 زائد B F4 يساوي 0. المعادلة الأخيرة هون الثانية 0 F1 زائد D F3 يساوي 0. هاي F3 بتطلع 0. هاي خلصت منها مليحة. هاي ريحتني. الآن اللي بعده 0 F2 زائد D F4 يساوي I. فلذلك ال F4 يساوي ايش؟ يساوي D inverse. ال F4 يساوي D inverse. بعوض الآن يا شباب هاي F3 عوض بعوض هون 0. شوف بتطلع ال F1 شو تساوي ال F1؟ ال F1 ايش بتكون تساوي؟ A inverse. تابعين معي يا شباب؟ اسمع صوتكم. تابعين معي؟ ال F1 يساوي I لأنه ال F3 0. فصار A F1 يساوي I، معناته ال F1 تساوي A inverse. عشان تساوي I. F1 تساوي A inverse. A inverse. الآن ال F4 شو تساوي D inverse. هاي B F4 هاي حطه ناقص B D F4. فال F2 إيش راح يكون يساوي؟ A inverse. هاي شايفين هاي. فال F4 راح يكون minus A inverse B D inverse. فلذلك راح يكون ال F الميت اللابلاس أو العفن راح يكون ال F inverse إيش راح يكون يساوي؟ A inverse minus A inverse B في D inverse 0 D inverse. هاي D inverse. يعني معناته الكلام شو ايش هي ال F بحد ذاته يا شباب؟ طلعوا شو هي ال F inverse وشو هي ال F؟ ال F فيوتا اللي موجود عندي this is the F. هاي ال F matrix. هاي this is the F matrix يا شباب اللي هي A و B وهاي 0 وهاي D. الآن طلعت ال F ال F inverse تبعتها، ايش ال F inverse طلع عندي؟ لاحظوا هنا. الآن لو سألتكم إمتى الـ F inverse exist؟ شو الشرط على F inverse حتى يكون exist؟ مين بجاوبني؟ هاي الـ F، الـ F طلعوا عليها فوق ها؟ الـ F اللي هي عبارة عن A، B، 0 و D. والـ F inverse هيوتا قدامكم. إمتى الـ F inverse exist؟ ها شباب مين بجاوبني؟ إمتى الـ F inverse exist؟ مش لازم يكون ال F non singular قبليها إنه إنها إنه ال F invertible. مين بحكي معايا؟ محيدين لا محيدين جاوبني إجابته خليها in terms of A و B و C. in terms of A و B و D هاي الإجابة تبعتك. إمتى بتكون ال F؟ نعم ال F inverse exists إذا كانت ال F إيش بحد ذاتها كلياتها non singular صحيح. لكن in terms of A و B و D إمتى بتكون ال F inverse exist؟ إنه ال A inverse مش zero matrix. لا بدي أسأل خليه بلا. لو سألت محمد العبيني، محمد العبيني، محي الدين، هاي محي الدين جاوبني، بلال قرنة، أحمد الخطيب، دكتور إن تكون ال A inverse تساوي zero. لا بلغة ثانية، لغة ثانية، لغة لينير الجبرة تبعت المحاضرة الماضية. شو أقول؟ هاي أحمد شو كلامي؟ يعني F is non-singular if and only if إيش؟ عبد الرحمن الزعبي تفضل. إمتى عبد الرحمن؟ number of bits equal نمبر. احمد باللغه اللي قدامك، باللغه هاي، باللغه اللي بالشايفه على الشاشه يا احمد، امتى بتكون؟ مهند العيده نفس اسمع صوت مهند. زيد عبد الرحمن الزبي. نعم خلاص عبد الرحمن طلعت من عندك. عبد الرحمن زيد حامد. زيد نعم دكتور. يا زيد امتى بكون الاف انفرس اكزيست؟ لما الـ A inverse والـ D inverse تكونوا exist. ممتاز وهيتوا قدامكم يا شباب ما شاء الله عليكم، معناته الـ F
الاف الاف انفرس اكزيست اف اند اول اف الاي الاي نون سنجولر اند الدي نون سنجولر. البي مش مشكله، الدي ما ظهر فيها، الدي ما كان في عندي مشكله فيها. اذا الاي الاف نون سنجولر اف اند اول اف اي انفرس اكزيست اند دي انفرس اكزيست. اوكي اند دي انفرس اكزيست. طيب اذا حاط اكزامبلز ثانيه على الان هسه سكشن ثاني شباب اللي هو سكشن 2.6 اخر واحد اللي هو الاليمنيشن، كيف نعمل فاكتورايزيشن لمين؟ للاي انتو ال يو. هاي نعمل فاكتورايزيشن يعني شفت البلوك ماتريسيز، كيف نعمل الان فاكتورايزيشن لاي ماتريكس انتو ال اند يو. ال اللي هي لور تراينجولر ماتريكس، واليو اللي هي عباره عن ابر تراينجولر ماتريكس. هاي اليو بنعرفها، اليو هاي يا شباب بنعرفها مزبوط، هاي اليو مرين عليها صديقه لنا ومرين عليها من زمان كثير كنا نتعامل معها. اما ال ال بعدنا ما شفناها، شو هي ال ال بعدنا ال ال ما شفناها ايش هي. فعمليه انه الفاكتورز ال اند يو ار تراينجولر ماتريسيز، الفاكتورايزيشن كم فروم ذا اليمنيشن، هاي تيجي من الاليمنيشن. شو كنا نعمل اليمنيشن؟ والاي اكتبها على شكل ال في يو. الاي اليو اللي هي عباره عن ابر تراينجولر ماتريكس وذ بيفوتس اون اتس دايجونال، مظبوط هاي بنعرفها. مش لو كنت اخذ الاي اخليها تصير على شكل يو بالاليمنيشن، اقول الدايجونال هذول ايش هم؟ هم البيفوتس تبعون مين؟ تبعون الاي. واقول الاي نون سنجولر اذا كان كل البيفوتس يكونوا عباره عن نون زيرو، عفوا كل الدايجونال اللي مسكوا يكون نون زيرو لانه البيفوت لا يمكن يكون زيرو. الان الاليمنيشن ستيبس تيك يو تيك اي تو يو، هاي تاخذك الاي لليو. وي ويل شو هاو ريفرسينج ذيز ستيبس تيكينج يو باك تو اي از اتشيفد باي لور تراينجولر ماتريكس. يعني كيف ارد ارجع اذا بعرف اليو من الاليمنيشن ماتريسيز، اعرف مين؟ اعرف اللور تراينجولر ماتريكس. الاي ال 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 يا شباب الانترست اوف ال ار اكزاكتلي ذا مالتي بلايرز. اوكي نعرفهم شو المالتي بلايرز، اي ال اي جي ويتش مالتي بلايد البيفوتس ذا بيفوتس رو جي وين ات واز سبتراكتد فروم رو اي. اوكي هاي كيف نجيبها؟ شوفوا الان لو اخذنا هاي الماتريكس، هاي الماتريكس كومبيوت ال اند يو فور ذا ماتريكس اي، هاي الماتريكس 2 1 6 8. شو الاليمنيشن؟ هسه بدي احولها هاي ليو مظبوط؟ هاي بس هاي البيفوت 2 وهذا ايش؟ هذا واضح انه ممكن تكون بيفوت لانه فيرست ونون زيرو انت الرو اللي الرو اللي بده يعمل الاليمنيشن. المالتي بلاير اللي هو عباره عن 6 على ايش؟ على 3 على 2، 6 على 2 يساوي 3. فبالاي ماتريكس تظهر عباره عن ماينس 3 ماينس 3 اي 2 اي 2 اي بيعطيني هاي اللي صارت يو. اوكي هاي صارت يو. دكتور سؤال تفضل. الله يزيد فضلك، شو ال اي 2 1 ايش هاي يعني قصده فيها؟ هاي شفتها بسلايدات قبل بس بالبوز ايش؟ مش شايل البوزيشن 2 1 هذا؟ هاي الصف الثاني من العمود الاول بدي اعمله زيرو. ايوه هاي هدفها هيك اي 2 1 تعمل بدال الست يصير زيرو، هي بالفعل هذا شو صار زيرو. يعني بيجي على الاي 2 1 البوزيشن الصف الثاني العمود الاول تعمل بدال ايش؟ تعمل زيرو، هاي هدف بالضبط. ايوه هاي المطلوب. الان صار عندي ايش يا شباب؟ صار عندي هي ابر اي 2 اي 2 اي يساوي يو وصارت هاي الابر. الان الاي شو يساوي؟ اي 2 انفرس يو. شو الاي 2 انفرس؟ شو قلنا من المحاضره الماضيه؟ انه هاي اليمنيشن ماتريكس، شو باجي على المالتي بلايرز وبغير مين؟ بغير الاشاره. هاي صحيح، هاي ال صارت. اذا هاي ال يو، هاي ال يو اللي بده اياها. اذا هاي الاي تساوي ال في يو. اذا معناته كيف بجيب ال يا شباب؟ بجيب هالمالتيبليكيشن ماتريسيز بعملهم انفرس وبضربهم بعضهم. ايوه فهاي ال يو، هاي ال، هاي ال شايفين اللي هي نفس الاي 2 انفرس، وهي اللي هي الانفرس تبعها فقط باجي على المطلر بغير اشارته، هاي غيرت اشارته وهاي صار 1030 هاي ال ال وهاي اليو، هاي ال ال يو ماتريكس. هاي عملت فاكتورايزيشن. هسه عم نشوف شو الاهميه اللي من خلالها بشوفها. اذا صار عندي الاي بدل ما تظهر عباره عن فول ماتريكس تظهر بشكل ال في يو، سهل كثير علي لو بنحل اي اكس ايكوال تو بي اذا كانت الاي موجوده على شكل ال في يو.
طيب خلينا نشوف الآن شو اللي بعده. A equal to this is elimination without row exchange، يعني بدون إذا ما كنتش ما فيش عندي row exchange. ال L lower triangular matrix and has all ones on its diagonal. شايفين ال L شو؟ ال L هاي إنه شو الموجود عند اللي هو lower، يعني above the diagonal كله zeros. وبعدين ال diagonal elements are ones. ال diagonal elements are ones. واللي تحت ال diagonal elements اللي هم مين؟ هم ال multipliers. أوكي؟ واليو اللي هي عبارة عن ايش؟ upper triangular matrix. ال diagonal عبارة شو اسمهم هذول الاثنين والخمسة؟ ايش اسمهم شباب؟ سميناهم بيفوتس، هسه كنتوا تسولفوا عنهم، هذول البيفوتس، البيفوتس اثنين، يعني الـ A singular ولا non singular؟ ها؟ الـ A شباب non singular. في two pivots، الـ U فيها two pivots، فلذلك الـ A non singular، لأن الـ A inverse exist. هسه دكتور السؤال اللي بيجينا هون إنه أوجد L يعني؟ آه أعطيك بقول لك الـ A عملها على شكل فورم L في U. فانت بتاخذها يو بعدين بتجيب الاليمنيشن ماتريسز بتعملهم انفرس انفرس بتعمل مع بعض وبتطلع مين؟ بتطلع ال فال مواصفات ان هي عباره عن لور الدايجونال اليمنتس ار وانز واللور دايجونال اليمنتس اللي هم مين؟ هم المالتي بلايرز. خلينا ناخذ في اكزامبل ثاني لازم يكون في عندي هاي الاي ابر والدايجونال اللي هم عباره عن بيبس. طيب الان هاي كومبيوت ال اند يو for a، يعني حط a تساوي l في u، هاي ال a. الآن بدي أول شو بدي أعملها u، فهاي الواحد هون عنده هاي شايفين؟ هاي الواحد بدي أعملها عبارة عن زيرو، مشان يصير اثنين بيبوت. شو قلنا البيبوت ميزته؟ إنه الفيرست نون زيرو انتري وتحته ايش؟ في كولوم اوف زيروز. فهاي الإليميشن ماتريكس، هاي ضربتها بالفعل، هاي e to 1، هاي موجود هذا، الزيرو موجود، تحصيل حاصل، ما غلبنيش، فصارت هاي الماتريكس. بعدها هاي ابر ولا بعدها ما صارتش ابر؟ لا مش ابر هاي. بعد نعم ابر حتى لما يكون الواحد هذا ينتهي، هذا لازم يصير بدل مكانه زيرو حتى تصير اسمها ابر. فهيوتو هذا الانتري تو اليمنيت واحد على واحد ونص، هيوتو طلع اثنين على ثلاثه وهي ماينس. فشو المالتي بلايرز هنا؟ نص، وهون ايش المالتي بلايرز؟ اثنين على ثلاثه. ضربتهم شباب هاي، بعد ما ضربتهم شو صارت عندي؟ هاي اليو، هاي اليو صارت، هاي صارت يو ابر تريانجولار ميتكس مضبوط تحت الدايجونال. الان شو هي الان بدي اجيب ال ال، شو راح يكون ال ال يا شباب؟ راح يكون ال ال هيوتا، فال ال هيوتا راح يكون اي 3 2 اي 2 1 انفرس، راح يكون اي 2 1 انفرس ملتبلايد باي اي 3 2 انفرس بالشكل اي 2 1 انفرس اي 2 3 انفرس ويساوي ال. شو هي ال ال؟ لاحظوا شو طلع فيها، فقط بعرفها مباشرة الشباب. إذا هي شو هن المالتي بلايرز؟ هاي المالتي بلايرز مش ال 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 الماينس ماينس ال. شو هون المالتي بلاير؟ كان نص مظبوط، وشو هون المالتي بلاير؟ كان 2 على 3، هي هاي 2 على 3 وهي نص، هو نص و2 على 3 هاي ال ال. يعني مجرد ما تصير يو ال ال على طول باجي ال ال بقول عنها هي عبارة عن دايجونال اليمنتس وانز ابوف دايجونال زيرو، بعدين بحط المالتي بلايرز بمكان هو موجود. هاي المالتي بلايرز لو كان في شيء هون بحطه، هاي المالتي بالنص واثنين على واثنين على ثلاثة، سهلة الأمور مظبوط. كيف أحول A into L في U؟ A into L في U. الأبر the upper factor triangular factor زي ممكن أكتبه على شكل A equal to L U أو A equal L D U. A L A يعني ممكن هاي يكون فورم L U أو A تساوي L D في U، هاي اختلفوا عن بعضهم. يعني في هنا هاي A diagonal matrix، diagonal matrix، والdiagonal matrix هاي عبارة عن شو اللي موجود جواته؟ اللي هم البيفوتس، موجود جواته اللي هم البيفوتس. اوكي، فلذلك this is the diagonal matrix، هاي diagonal matrix واللي فيها اللي هم البيفوتس. Whenever you see L D U it is understood that U has one on the diagonal, each row divided by its first non-zero pivots. يعني حتى أجيب الـ D. One square system, two triangular systems. يعني اللي حصل عندنا إنه كيف أجيب الـ، لو هاي بدي أقول لكم عنها، ليش مش حاطط إكزامبل؟ هسه بشوف إذا حاط إكزامبل على الـ LDU. الآن هنا K
كيف شو الفائده من السلافه تبعتنا هاي كلها؟ اذا حطيت الاي على شكل، اذا حطيت الاي اكس يساوي بي، اذا بدي احل هذا السيستم. كنا زمان كيف نحله يا شباب؟ نحله اضل اضرب في بالاليمنيشن حتى تصير يو اكس ايكوال تو سي، مضبوط؟ الان لو افترضنا الماتريكس اعطاك اياها بالفورم هذا، قال لك الماتريكس اي عباره عن ال يو اكس يساوي بي. الان ال ال هاي نون سنجلر ماتريكس، هاي نون سنجلر، لذلك الانفرس موجود، فبصير يو اكس ايكوال ال انفرس تو بي. اوكي؟ فواحد لو سميت ال انفرس بي يساوي سي، سي مش معروفه، اذا صار ال سي يساوي بي. ال معروفه والبي معروفه، بطلع من هنا ايش؟ السي. واليو اكس يو صار يساوي سي. اذا اذا عرفت السي من هنا وعرفت السي وصار السي معروف هون، بعرفها ايش؟ بعرف هون. لاحظوا شو صار الميزه فيها؟ ال ال سي بي ايكوال تو بي اللور سهل جدا، فورورد سبستيوشن، يعني بصير كانك عندك اول معادله مجهول واحد، المعادله اللي تحتها مجهولين، المعادله اللي تحتها ثلاث مجاهيل وهكذا. وهاي بصير عكسها، هاي بصير باكورد سبستيوشن، المعادله الاخيره مجهول، المعادله اللي بعدها اللي فوقها مجهولين وهكذا كلياتها. بصير هاي بصير فورورد سبستيوشن، والثاني بصير باكورد سبستيوشن. فايند سي يوزنج فورورد سبستيوشن هيته، اند فايند اكس يوزنج باكورد سبستيوشن. سولف سي اللي هو سولف معنى الكلام، سولف ال سي ايكوال تو بي يوزنج فورورد سبستيوشن، ويو اكس ايكوال تو سي يوزنج الباكورد سبستيوشن. تشوف شو حاط لكم الاكزامبل اللي حاط لكم اياه. فاكتور اي انتو ال يو، بعدين سولف سولف السيستم هاي اللي محطوط قدامك هذا الاكزامبل 110121012. بعد ما عملنا فاكتورايزيشن لاي انتو ال يو صارت عندي هذا السيستم. اوكي؟ هاي ال ال وهاي ال يو. الان بحله بالطريقه التاليه. الان هاي ال سي مش هاي الاي صارت ال يو، هاي ال سي ايكوال تو بي. ال ال معروفه والبي معروفه، شو صار عندي؟ لاحظوا سي 1 قديش تساوي؟ 1. الان سي 1 زائد سي 2 قديش يساوي؟ 2. سي 1 معروفه بعرف سي 2. 0 سي 2 2 سي 1 2 سي 2 زائد سي 3 يساوي 1، بعرف سي 3. لذلك سهل جدا تتعامل، تحل سيستم اما فورورد او باك، اذا كان لور او تراي او ابر، ماشي؟ فحل عرفت السي الان، هاي السي عرفتها. اذا عرفت السي، شايفين هاي عرفت السي كلياتها، الان برجع حل هاي يو اكس ايكوال تو سي، هاي السي معروفه، الان بحلها، شو هاي بحلها؟ باكورد الان. الدبليو تساوي 0. الان في بلس دبليو ايكوال تو 1، فالفي ايكوال تو 1. يو بلس في ايكوال تو 1، فهاي هون عرفتها. لاحظوا اذا كان الاي معروفه على شكل، حاطه على شكل ال في يو، فسهل جدا ان احل الاي اكس ايكوال تو بي. حط ال سي ايكوال تو ال 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 سي ايكوال تو بي ويو اكس ايكوال تو سي، ومن ثم بكون الحل السيستم عندي باكورد ما بده، او فورورد بالبدايه وبعدين في بكون عندي باكورد. When a zero appears in above it position a l a equal to l u is impossible. اوكي؟ هاي بدنا ناخذها بعين الاعتبار. اذا قال لك انه في زيرو ظهر بالبيفوت بوزيشن، لذلك اني اعمل A equal to LU is impossible، لا يمكن. يعني هاي الكلام، هاي نعطيكم اكزامبل بسيط هنا. بقول لكم اذا كان عندي ال A تساوي 0 1 2 3 A، لانه الزيرو ظهر في بيفوت بوزيشن، لذلك لا يمكن اقدر اعمل ال A، لانه هاي كيف بدي اعملها بزيرو؟ هو البيفوت لازم يكون تحته زيرو مش فوقه زيرو. اوكي؟ فهاي لذلك هاي this is impossible. فبحتاج رو اكستشينج، بحتاج من خلالها رو اكستشينج. هاي تفضل. الله يزيك فضل. في بس اللي قبل، المثال اللي قبل اخذناه، مش فاهم شو اللي يعني الغايه من اللي احنا وجدناه، الفاكتور اي انتو ال اليوم. يعني ايش بالضبط؟ سهل اشوف تقول شو اللي عملته، شوف شو اللي عملته. مش هذا السيستم، هذا الفول سيستم، مضبوط؟ هاي ذيس از ذا فول سيستم. هاي فولز اي. لو افترضنا الاي معروفه على شكل ال فيو، على شكل ال فيو، مش هي الاي كلها. هسه لو بدي احلها، لاحظوا المعادله الاولى مجهوله، المعادله الثانيه بثلاث مجاهيل، المعادله الثالثه بقديش مجهوله. بدي اعمل اليمنيشن تبعها. الان لو حطيتها على شكل صارت ال فيو، صارت ال فيو، صار اي اكس ايكوال تو بي، صار ال يو اكس ايكوال تو بي، مضبوط؟ اذا يو اكس ايكوال ال انفرس في بي. هاي الكلام السابق. سميت ال انفرس ايكوال تو سي، صار يو اكس ايكوال تو سي، وال سي ايكوال تو بي. ف
فبحل اول سيستم ال سي ايكوال تو بي بوجد قيمه السي، وهاي ايش بكون فورورد، يعني بكون المعادله الاولى كانها مجهول واحد، المعادله الثانيه مجهولين، وهكذا بنزل فيها نزول سهل علي. الان بعد ما اوجد سي بروح على يو اكس ايكوال تو سي، هاي كيف بصير مثلا المعادله الاخيره كانها بصير مجهول زي ما تعلمنا سابقا، والمعادله اللي فوقها مجهولين، والمعادله اللي فوقها ثلاث مجاهيل، وهكذا. فهاي السيستم صار عندي، يعني صار اذا كان الاي موجوده على شكل اليو سهل جدا اني احل اي اكس ايكوال تو بي. هيوتو صار مش اي اكس ايكوال تو بي، حطيته على شكل شو صار عندي؟ هيوتو عرفت ال واليو. هاي عرفت ال واليو، بحل السيستم هذا شباب. هاي ال سي ايكوال تو بي، شايفين شو حله؟ هاي هاي ال اي ال سي ايكوال تو بي، مش بيطلع اي اكس، اي اكس ايكوال تو بي صار عباره عن جزئين، صار عباره عن ال سي ايكوال تو بي، بعدين ايش؟ يو اكس ايكوال تو سي. هاي الاول ال سي ايكوال تو بي مين المجهول؟ ال معروفه والبي معروفه، السي مش معروفه، طلعوا سهل صعب سهل جدا التعامل معها. ايش شايف؟ سي 1 ايكوال تو 1، بعدين سي 1 زائد سي 2 ايكوال تو 2، بعرف سي 2، بعدين سي 2 سي 2 زائد سي 3 ايكوال تو 1، بعرف اللي فوق، بعرف سي 2، بعرف الان سي 3. فلذلك فورورد بسموه فورورد سبستيتيوشن. شايفين عرفت السي، الان برجع السيستم تبعي اللي تحت هذا. هاي شو هذا السيستم؟ هسا يو اكس ايكوال تو سي، هاي اليو معروفه وهاي والسي معروفه، بدي اعرف الان هذا الاكس تبعي. شو صار عندي؟ اخر واحد شو صار عندي؟ دبليو يساوي 0. بعدين في بلس دبليو يساوي 1، عرفت الفي. بعدين من هون يو بلس في ايكوال تو 1، عرفت ايش؟ عرفت اليو. لذلك لاحظوا كيف؟ لو كان على شكل ال سي ايكوال تو بي او يو اكس ايكوال تو سي، سهل جدا تتعامل مع مثل هيك سيستم حل. يعني اذا اعطاك الاي بده يريحك، اذا اعطاك الاي قال لك تساوي ال في ورا، وهو بده يريحك، مشان بدل ما تحلها. مش زمان كنت مره جبت للطلاب اي على شكل ال يو اكس ايكوال تو بي، قلت لهم حل السيستم، شو راح الطلاب ضربوهم مع بعضهم؟ لا، غلبت حالك. مو اعطاك، يعني بدي اياك مشان تقول والله ال يو اكس ال يو، هاي شايف ال يو اكس ايكوال تو بي، معناته هذا بحله على شكل ال سي ايكوال تو بي موجود سي، بعدين بحله على شكل يو اكس ايكوال تو سي. وصلت الفكره يا جماعه؟ يعني بحل مدار سيستم، بحل تو سيستمز، بس سهلات علي، بس سهلات جدا عم بيكون علي. الان اللي بعده، هاي اخر 10 دقائق مشان نروح للقاء الثاني ان شاء الله. فاذا الان ال يو مش دائما متوفره، اذا كان في عندي زيرو بيفوت بوزيشن ال يو از امبوسيبل، ال يو از امبوسيبل، ما في عندي امكانيه. الان فاكتور اي انتو ال يو، هاي بقول لك فاكتور اي انتو ال يو، شو بيطلع عندي يا شباب؟ هاي بدي الان بدي احولها، الان هاي الواحد بدي استخدم هو بيفوت، بدي ال1 وال1 اللي تحته اقيمهم، هذا حطيتهم ماينس طلع هاي السيستم. شو رايكم؟ هاي في زيرو ان بيفوت بوزيشن، هاي زيرو رو اكستشينج نعمل. ايوه الان هسه لذلك ال يو از امبوسيبل. اذا بعدني بقول لك اعمل لي اليو، بقول لي امبوسيبل. الان بحتاج بيرميتيشن ماتريكس، بحتاج بيرميتيشن ماتريكس. ال يو امبوسيبل، لذلك وي نيد بيرميتيشن ماتريكس في الحاله هاي. الان اذا عملت الاي هاي ضربت في بي اي، هاي عملت المعادله الثانيه بدل تصير ثانيه تصير ثالثه، وهكذا عملت رو اكستشينج هاي في البي، فصار عندي هي بي اي. BA can be factored into LU. BA can be factored into LU. هاي ال A. BA equal to هاي ال B. هاي ال B معروفة فوق. وهاي صارت ال L. وهاي صارت ال U. بعد بس في B ال A. A equal to LU impossible. بس BA equal to LU صارت possible. صارت possible. شاي هاي الشيء صار عندي. يعني بعمل رو اكستشينج. إذا ظهر زيرو في البوز تحت الزيرو إيش صار؟ في عندي يعني بقدر اعمل صيانه للموضوع، اتالم من الحاله فيها. فالان الان هاي الشباب كيف نعمل ال دي يو؟ مضبوط، هاي مش هاي ال يو، كيف بدي اعمل ال دي يو؟ شو اللي عمله؟ ال ال ظلت على حالها، والدي شو هي الدي صارت؟ الدي البيفوتس يا شباب، هون يعني ظهرت البيفوتس واحد 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 واثنين، بقسم كل رو على البيفوت تبعه، هاي واحد، هاي باخذ الواحد، لان واحد تقسيم واحد واحد، واحد تقسيم واحد واحد، صفر تقسيم واحد صفر. الان هون برضه البيفوت ايكوال تو 1 باخذه، الان بقسم بعدين واحد واحد بضل واحد. الان هون البيفوت 2
اقسم هاي على اثنين شو بصير واحد؟ فهي الدي، يعني الدي كاني بنزع البيفوتس واحطهم لحالهم، و اليو الجديد اللي بتطلع اللي هي نفس اليو القديم بس كل رو مقسوم على البيفوت تبعه، فهمتوها؟ كل رو مقسوم على البيفوت تبعه، فهي بيكون ال دي يو ماتريكس. اذا بتعمل ال يو نعم بتعيد يعني ما مش باخذ ال فيو الان، اذا بدي اعمل ال دي يو ال ظلت على حالها، شايف هاي ال ظلت على حالها، الدي هاي بحط فيها البيفوتس دياجونال ماتريكس، هاي بحط فيها البيفوتس، بعدين اليو الجديده هاي كل رو بقسم على البيفوت تبعه، هون الرو الاول البيفوت تبعه واحد ما ظهر شيء جديد، هون الرو الثاني البيفوت تبعه واحد، هون الرو الثالث البيفوت تبعه قديش؟ اثنين، قسمت الرو كلياته على اثنين شو بطلع عندي؟ واحد. ايوه هاي بتكون الدي ماتريكس، اوكي؟ الدي يعني شو هي الدي ماتريكس؟ اللي هي الماتريكس اللي فيها البيفوتس، وبعدين اليو الجديد اللي بتطلع عندي اللي هي ايش بتكون؟ بتكون نفس اليو بس كل رو مقسم على البيفوت تبعه. كل رو مقسم على البيفوت تبعه، هاي بيكون LDU matrix. طيب الآن في حالة خاصة يا شباب، الحالة الخاصة بيقول لك إذا كانت الـ asymmetric، شو معنى symmetric؟ يعني A transpose equal what؟ equal to A. إذا كانت الـ A symmetric matrix then suppose A equal to LDU، الـ A transpose equal to U transpose D transpose L transpose. الدي ماتريكس اذا كانت الماتريكس دياجونال، اذا الماتريكس الدياجونال ماتريكس عباره عن ايش؟ عباره عن سيمتريك ماتريكس، لذلك الدي ترانسبوز يساوي وات؟ يساوي دي. شفتها؟ يعني الدياجونال ماتريكس عباره عن سبيشال كيس من سيمتريك ماتريكس، الدياجونال ماتريكس از سيمتريك ماتريكس. طيب فالان بده يوجد علاقه فيما بين الالف واليو، شوف يعني قال الاي سيمتريك، اذا اي ترانسبوز يساوي ايه؟ سبوز الاي بقدر اكتبها على الشكل هذا ال دي يو، إذا A ترانسبوز إيش راح تكون؟ تساوي U ترانسبوز D ترانسبوز D. كم الدي ترانسبوز؟ نفس الدي، لأن الـ A عبارة عن دياجونال، والـ دياجونال is a symmetric matrix. لذلك الـ D ترانسبوز equal what؟ equal to D. فلذلك سواها الآن، حط A ترانسبوز يساوي U، فالـ A ترانسبوز U ترانسبوز D L ترانسبوز يساوي L D في U. فشو هذا معنى؟ شو الكلام العقلي يا شباب؟ شو النتيجة؟ النتيجة كانوا بيقول لك إن الـ U ترانسبوز تساوي L، أو بلغة أخرى ال ترانسبوز يساوي يعني كانه ايش الماتريكس هاي صارت السيمتريك ماتريكس، السيمتريك ماتريكس يا شباب بقدر اكتبها على هذا الكون ال دي ال ترانسبوز او ايش يو ترانسبوز يو ترانسبوز يو دي يو ترانسبوز يعني هنا بكتب ال مش هاي ال دي يو، أو بقدر أكتبها على شكل هون إذا كانت يو شو بكون هون؟ يو ترانسبوز. يو ترانسبوز. يو ترانسبوز. هاي إيش ميز لمين؟ للسيمتريك ماتريكس. سيمتريك انفيرتبل. When A is a symmetric and invertible، ولا مش مشكلة تكون invertible أو not invertible، شو رأيكم؟ يعني هون حاط برضه symmetric and invertible. بل للسيمتريك والانفيرتبل وبس للسيمتريك. مين بيجاوبني على السؤال هذا؟ يعني كيف؟ أنا حاطة هاي when A is symmetric and invertible، يعني حاط two conditions symmetric وبعدين بدي مش بس symmetric تكون برضو تكون invertible، بقدر صحيح كلامي ولا invertible ولا هذا invertible مش ضرورية؟ لا صحيح. ليش؟ لا ضروري. ليش ضروري؟ قل لي. في ترانسبوز. لأنه إذا ما كانت invertible معناته ما لهاش أصلاً يعني inverse أساس، ما بتقدر تطلع منها. لا لا أنا مش هيك يعني. هل الـ A symmetric بقدر أكتبها على شكل L D L transpose؟ هل الـ A الـ A بقدر أكتبها على شكل L U؟ كل A بقدر شو شكل L U ولا بس ولا الـ L D U لمين هاي بشكل عام؟ دكتور للـ invertible. ليش؟ لأنه أصلا ما إلها حل السنجلر. لا الاجابات بتكون عم تكون سوالف بنفس السوالف. دكتور يعني ما هو احنا كيف اوجدنا ال لما ترجع بالخطوة لازم تكون انفيرتبل لانه اخذنا الانفرس لاي معناته حسب معناته لاحظ الايه بقدر اكتبها على شكل ال يو لكن الايه اكتبها على شكل ال دي يو شو لازم تكون انفيرتبل ليش؟ معناته لانه اذا بدك توجد ال بدك يكون في عندك يو من قبل انت تكون طالع يو لا يا زلمه بدك تكون مطلع الانفرس برضه كمان من قبل واحد ثاني جاوبني هاي كل ماتريكس بقدر اكتبها على شكل ال دي يو
يعني لو جبت ماتريكس كتبتها على شكل ال يو بقدر اكتبها على شكل ال دي يو برضه؟ مو قلت قبل شوي شو كنت اقول لهم بدي احط الدي عباره عن ايش؟ الدي شو بمعنى؟ شو هي الدي؟ دكتور عشان بدي اقسم على البيبوت بدي اقسم على البيبوت، لذلك حتى تكون حتى يكون البيبوت لازم تكون نون زيرو، فلذلك حتى اكتبها على شكل ال دي يو لازم تكون انفيرتبل، لذلك ال يو للسنجلر والنون سنجلر، اما ال دي يو للنون سنجلر ماتريسيز. فهمت علي؟ لانه هاي زميلكم زي ما قال، لان بقسم بالاخير مش ال دي، كيف ال دي طلعت البيفوس بعدين قسمت اليو الجديده على البيفوس. دكتور قلنا لك اذا كان واحد من الدايجونال زيرو ما اقدرش اعمل ولا شيء. اذا اي ايكوال ال يو فور للسنجلر والنون سنجلر، لكن اي ايكوال ال دي يو للايش؟ للنون سنجلر ميتكس. وكلام هذا الكلام بينطبق على ايش؟ على السيمتريك برضه. هذا الكلام بينطبق على السيمتريك ماتريسيز. طيب بقول فاكتور، هاي فاكتور اي انتو ال يو، هاي الاي ترانسبو الاي عباره عن سيمتريك شباب زي ما انتم شايفين، الاي سيمتريك ايوه، لو طبقت على بعض هاي الاربعه اربعه وهون هاي اربعه اربعه بتطلع سيمتريك، وهاي زيرو زيرو اي ترانسبوز هاي. الان شوفوها، بدي احول بدي اكتبها على شكل ال فيو، بدي اكتبها على شكل ال فيو. هاي ال فيو مش شرط تكون سنجلر ولا نون سنجلر، لذلك هاي 100 ناقص 4 10001 هاي الشكل هاي كذا كتبته. اوكي الان الاي تبعتي هاي سنجلر ولا نون سنجلر؟ يلا شباب هاي اللي ظاهره جديده، الاي سنجلر ولا نون سنجلر؟ هاي الاكزامبل اللي بتعمل معاه نون سنجلر، نون سنجلر لانه البيفوت سيوته واحد وناقص اربعه واربعه، كل ست بيفوتس، لذلك بقدر اكتبها على شكل ال دي يو، بقدر اكتبها على شكل ال دي يو. طيب هاي شو الان؟ فال هيوته يا شباب، شو هو الدي راح يكون؟ هاي ال ال اللي هو عباره شو المالتي بلاير شفناهم، هاي المالتي بلاير راح تكون مع الاربعه، الدي اللي هي عباره عن 1 هاي البيفوتس هاي، والال واليو الجديده عباره عن ايش؟ اليو الجديده قبل ما نفرجي شو اليو الجديده راح تكون؟ 1 4 4 0 1 4 0 بعدين 0 ناقص 1 0 1 ناقص 1 بعدين 0 0 1 مضبوط، بقسم على البيفوتس، هون البيفوتس 1 صارت 1 4 0، هون بقسم